أهلا هلا، كيفك؟ ايش في؟ استريح استريح. ايش في؟ مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا فيكم اليوم ان شاء الله في حلقه وفي حفله جديده ان شاء الله. احنا فرقه الاصايل ان شاء الله نتمنى لكم حفله سعيده وتستمتعون معنا. وكل شي حولي يذكرني بشي، وحتى صوتي وضحكتي لك فيها شي. لو تجيب الدنيا عمرها ما تجيب، وشوف حالي منتظري علي. وكل شي حولي يذكرني بشي، وحتى صوتي وضحكتي لك فيها شي. لو تجيب الدنيا عمرها ما تجيب، وشوف حالي من تطري علي. والأماكن الأماكن والأماكن الأماكن والأماكن كلها مشتاقة لك مشتاقة لك. عاشو يلا علوش. لا 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 تضايقونا، ترفي لا تضايقونا، لا لا خلوه يجني من حياته ثمرها. لا 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 تضايقونا، ترفي لا تضايقونا، لا لا خلوه يجني من حياته ثمرها. لا لا خلوه لو من عقب الرضا يزعلونا، لا لا خلوا عيونه كثر نوحة دمرها. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 لا. لو صرت أنا محروم لا تحرمونا، لا لا خلوها بايب نجدي تنثر شعرها. لا 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 تضايقونا، ترفي لا تضايقونا، لا لا خلوه يجني ورا ورا ورا. العب ودعتك صدق إشاعة، حكي العذال ما ينفع سماعة. إشاعة ودعتك صدق إشاعة، حكي العذال ما ينفع سماعة.
يودون ويجيبون حكي عن اللي يحبون يودون ويجيبون حكي عن اللي يحبون اش علي ما دام اهواك بقناعه اش عودتك صدق اشاعة علي مدام هدمنا مطر بالصيف ما بلل هدمنا خلاص حكي العذال ما فارق جدمنا مطر بالصيف ما بلل هدمنا هدمنا حكي العذال ما فارق جدمنا هدمنا مطر بالصيف ما بلل هدمنا هدمنا يودون ويجيبون حكي عن اللي يحبون يودون ويجيبون حكي عن اللي يحبون اش علي ما دام اهواك بقناعه اش عودتك صدقي اشاعه ان شاء الله اكون استمتعت اليوم بمسيتنا وان شاء الله نشوفكم في مسيات ثانيه وشكرا لكم. ما ينفع كذا ما ينفع ترى على فكره لا عن جد ما ينفع ما صارت ترى كل مره اجي اتناقلون بينكم انتم تخربون علي يا شبي اطلع يا ايش هذا ما صارت اوكي حبوا بعض برا بس احنا بنغني لا تحبوا بعض بليز مقتنع باللي سويتيه بس تدرين مشتاق لك كثير خلاص فك انتهت خلاص علشان الفرقة عشان انت تحبين كثير نعرف اوكي يلا خلاص ما في شيء طيب انا كده انا لا بمشي قدامكم بالنسبه لايفال هايدي ومرتضى وعلي حبيت الاكومبانيومون كيف كانوا عم بيساعدون من برا وحبيت التنسيق بين بعضهم ولكن اخر شيء بس بالنسبه للمشهد انا ما فهمت كيف قطشوا بعدين رجعوا ما كنا فهمين انه المشهد رح يكمل يعني نحن بالنسبه لنا كان خلص ولكن رجعوا زبطوها وهذا الشيء منيح هيك بيعرفوا لمرت الثانيه رح بلش بمرتضى مرتضى غنى منيح في مطرح كان في شويه تردد رجع لحق حاله بعدين وخصوصا كمان انه كان في دعم من رفقاته سو ما عمل بانيك هذا الشيء كثير منيح ولكن بعده على الواطي اكثر شيء مش عم يلفظ منيح ما عم بحرك ابدا تمه وهذا الشيء ما بيساعده باللفظ وما بيساعده لحتى يشيل شويه النزال يلي عم يطلع على الواطي وكمان ما بيخليه يطلع صوته لبرس وهذا الشيء لازم ينتبه له بالنسبة لعلي غنى صح وغنى حلو أوكي ولكن أنا كان بدي يغني أكثر كنت بفضل أسمعه أكثر وبدي ما بقى يخاف يحرر صوته لأنه علي عنده كتير أشياء مسكر عليها مثل هداك الأسبوع أكيد بس لازم يشتغل شوي أكثر يرتاح هو مع حاله أكثر ليطلع الصوت ونقدر نحن نسمع كل الأشياء الحلوة اللي عنده بالنسبة لهايدي هايدي انه صوتها كثير حلو عم بتغني كثير حلو ولكن في مطرح بالاول حسيت انه صوتها شوي تعبان ما انه كثير بيور نقي رجعت رجلجت بعدين وزبطت الرنه ولكن انا بالنسبه لي لازم تنتبه هايدي على صوتها لانه عندها صوت كثير حلو وكثير كبير ولازم تقدر تحافظ عليها انا مش خايفه عليها هلا انا خايفه عليها على المدى البعيد يبلش يتعب صوتها سو لازم تركز شوي اكثر على التكنيك وبعد شغل انه لازم اخر احرف بالكلمات وبالجمل لازم يكونوا واضحين اكثر حتى يشقلوا له صوتها ما يتعب باخر الجمل وحتى كمان اللفظ يكون اوضح اوفر اول كنت بفضل الطبقه بالنسبه لمرتضى وعلي تكون اعلى شوي صغيره حتى يقدروا يظهروا صوتهم اكثر ويعملوا بروجكشن اكثر الفكره كانت كثير حلوه القعده العربيه كثير حلوه في شغلة إنه غنوا هن الوحيدين يلي غنوا قاعدين على الأرض صعب الغناني هو واحد قاعد على الأرض عم بغني هاي دي وحدة هلأ مرتضى
مرتضى عم ببلش خي عم بحسه عم ببلش يفوت بالأمبيانس تبع كل التلاميذ، كان عطول لوحده عطول مستحي، لا هلأ حسيته أحسن. أكيد في شغل كتير على الصوت بعد فتحة تمه منا كافية، بس إجمالا انبسطت منه، عمل شي اليوم تغير شوي. هلأ هايدي صوتها كتير حلو، حضورها كتير حلو، في شغل كتير على نوتات العالية هاي، لو إجمالا كتير حلوة وبتجنن، بس في شغل على النوتات العالية، بس بلش تقطع من الميدل للهاي ببلش يرجع صوتها لورا. هيدا الشغل بالصف ضروري جدا جدا، أسرع وقت تهي ترتاح بالغناء. هلا أنا العجبني علي كان كتير، يعني ما بعرف هالنوميناسيون هزته، وحسيته مرتاح أكتر، حكيه أحسن، بس في شغلي هو عم بيقدم الفرقة صار يطلع بالحيط فوق، هاي شغلة ما منيحة، كان لازم يطلع فينا نحن كجوري. إيه بس إجمالا كان كتير حلو. في أنا شفت في شغلة أحلى شغلة بالثلاثة المرأة، وفي مطرح أسوأ شيء بالثلاثة اللي مرأة. أحلى شيء بالثلاثة المرأة هو الجو، في جو أحلى جو، يعني هوليك هن عملوا الجو هون، خلقوا لنا هيدي السهرة الخليجية يلي بنحضرها، خلقوها وعملوا جو. أنا بظن إنه نص أو إذا مش أكتر من الجو هيدا عملوه برا رافائيل وإيهاب بالزقفة بالمرافقة، كانوا بياخدوا العقل. أنا حبيت الفكرة كتير، بس هيدا أنا قلت شو أحلى شي جو، بس أقل شي كان الحبكة، ما في حبكة، خلقوا الجو بس ما عرفوا خلقوا. يعني أنا إذا ما بدي كفي قصة ليش عم تتأخر علينا البنت النجمة تبع الفرقة، وبس توصل أهلها أهلها برحب فيها كأن ما في شيء، لو شو كانت تتأخر، يعني توصل عادي ويبلشوا يقعدوا يحيوا الناس ويبلشوا بالضرورة، وبعدين رجعوا إنه يمكن هن بفتكر عم يحضروا غيرهم وحسوا إنه لازم يعملوا ينهوا. أنا بشوف إنه كانت انتهت مثل ما هي، ضيفوا بعضهم أكل كذا، قاموا ضيفونا وحملوا حالنا فلو، كانت أحسن من إنه أنت بتحبها وأنا ما بحبها. يعني بالحبكة وبالدراميا ونصا كانوا أضعف شيء، بس كانوا قوية بالجو. بما أني أنا ما عم بحكي على الصوت ما رح أحكي، بس أنا أكرر إعجابي بهايدي بهالصوت الحلو، هالصوت اللي عنده حضور، لأن أنا أؤمن أنه الفنان عنده كاركتير والصوت عنده كاركتير، يعني صوتها عنده حضور، هي عندها حضور وصوتها عنده حضور، بس بتغني ما بتعود تطلع إلا فيها. أما الشوائب والسلبيات هودي تركينهم لإلكم، اللي هن لو ما عندهم أخطاء ما كانوا عندنا اليوم بالأكاديمية أصلاً. يعني رح كون شوي قاسي بالنسبة لمرور مرتضى وعلي وهايدي، بغض النظر عن هايدي يلي كمان مرة برجع بقول انه صوتها كتير حلو وأدائها جميل جدا، بس انا رح كون شوي صارمة بهذا الموضوع، لانه اليوم بالنهاية هايدي ايفالياسيون وفي اخطاء ما لازم تصير. اول خطأ او اول غلطة صارت هو هالحديث يلي اوكي ليش مأخرة وشو في بينك وبينه وكل ما بدكم تتأخروا، على عيني وراسي. بس هول الأشخاص بيشتغلوا تلفزيون كل نهار جمعة بيعرفوا أن هن عندهم برايم وهن ديريكت، إذا بهالتلفزيون أو بهالقاعة التلفزيون ما في حدا، ما في مخرج، ما في بانيك أنه تأخرت المطربة، ليش خبوهم لإيهاب ولرافائيل؟ يعني كان إيهاب ورافائيل بأول مرحلة قبل ما تجي المطربة وقبل ما يطلعوا على الهواء، كان ممكن نحس بجو أنه توتر. يعني اليوم هن قبل ما يكونوا طالعين على البرايم بيكون في جو طويل عريض، في ناس بيشتغلوا بالتلفزيون. هيدا انا مش عم بحكي عن جو الاغنيه، هن عملوا ديكور حلو عملوا بس، ولكن انا ما خلقوا لي جو التلفزيون يلي هو بالنسبه لي كثير مهم لما بيختاروا انه هن على التلفزيون عم بيحكي مع مشاهدين وخلصت الحلقه، بلشت الحلقه وخلصت الحلقه، انا هيدا الشيء ما حسيته. بعدين اذا علي عم بغني بحلقة تلفزيونية حلو يحط ورقة قدامه ويصير يتفرج على الكلمات، هيدي شغلة أنا ما بماني منا منيحة، ما منا منيحة بحقه ولا بحق المشاهدين إنه يكونوا الكلمات عم يكونوا موجودين.
مرتضى عمل نفس غلطة البرايم يلي نبهته عليها. بالبرايم غلط ومرك انه غلط، وهون ما بعلمي انتم مباشر على التلفزيون غلط ومرك انه غلط. اكيد طبعا فاتت هايدي بعلمي مخنقين ومدري شو، سلمت عليه وعادي وقعدت تغني معه وتجوي معه ما كأنه في شيء. بفهم انه ببروفيسيونيل ما انه اذا نحن على التلفزيون ومباشر ما لازم نبين انه نحن مخنقين مع اكس، ولكن في طريقه ضحكه، في طريقه ضحكه صفرويه شوي او انزعاج، او قبل ما يبلش الديركت قبل ما يبلشوا يطلعوا على الهواء كان لازم هايدي ما تسلم عليه، قلت شو كلمه ما تحكي معه. وهون بالاخر كان مفروض بس تنهي الحلقه تعمل حالها وتمشي، يعني فيها تسلم على علي تحكي مع علي، ولكن اذا في خناق هون بأكد أنا إنه أكيد الآخر شقفة يلي ضافوها أكيد حدا نبههم إنه زيدوا شيء، لأنه أنا معلمتهم بالصف إنه لما عم تكتبوا مشهد مسرحي ما فيكن تبلشوا بشيء ما ترجعوا تستعملوه بالنهاية. هن شافوا إنه بلشوا بهالخناق بين هايدي ومرتضى ونسيوا الفكرة، حدا بده يكون نبههم أو تذكروا ملاحظتي بالصف ورجعوا زادوا ارتجالي كان. وعدا هيك هيدا المشهد الأخير إجا مرتضى ما فهمنا شو قال، بارم وجهه بارم ظهره، وهذه ملاحظة صرت معلمتهم إياها 100 مرة بالصف إنه ما تبرموا ظهركم، ما نحن السبكتاتور هون، يعني في طريقة يوقفوا فيها على المسرح. في شغلة كمان مهمة علي، لما قلت مدام ماري إنه عم بيطلع بالحيط، ما عندي مشكلة يطلع بالحيط لأنه الكاميرا تنفترض بالحيط، بس بلش المشهد عم يتطلع بالحيط ونهي المشهد عم يتطلع بالارض، ما في يعني واقف، ما في، ما هن اكثر ناس بيشتغلوا مباشر واكثر ناس بيشتغلوا مع الكاميرا، ما بيعرفوا انه لازم يبلشوا وينهوا مع الكاميرا، انه الكاميرا لازم تكون نفس المحل. انا شوي يمكن قاسيه بالنسبه لهيدا الموضوع لانه لقيتهم عن جد اضعف شيء بالنسبه للجروبات اللي مرقوا، واغلط اوريدي مصلحينا، يعني واضح انه في نوع من امبروف هيك انه ارتجال انه يلا من قريبه، ولما بنحس انه غير جروبات عن جد شغلين، يا شغلين على الكاركترات يا شغلين على السيناريو، حسيت انه اقل جروب بصراحه انعني واقل جروب شاغل. ميرسي. انا رح احكي عن اصواتهم، رح بلش بهايدي، يمكن هي هلا لحديت هلا الوحيده اللي غنت شيء مختلف عن اللي هي بتغني اصلا، وانا برايي انه غنته حلو، عطيت الجو المناسب وغنت بطريقه بتناسب هيدا النوع من الغناء، وكان صوتها عم يلعب معها لعب بالطريقه يلي بتناسب المغنى. بالنسبه لعلي انا شفته انه لازم يكون كان مرتاح اكثر بكثير من ما هو غنى، لانه خرج كذا مره عن الايقاع وكان في بكل بساطه ياخذ الطبقه المناسبه من الاله الموجوده، لانه هايدي كانت اخذ الطبقه، وانا كنت قلت لهم بالصف انه فيهم يغيروا، يعني مش ضروري يمشوا على نفس الطبقه، لهو غير بس ما غير على الشيء اللي بيريحه 100%، ما بعرف ليه، وبمطارح كتيرة ظهر عن الايقاع يلي هو ايقاع متملك فيه عايشه، ايقاع يعني عايش جواته مش لازم ابدا يظهر عنه، والمفروض انه من اغنيه بحبها وبيعرفها وحافظها. بالنسبه لمرتضى بعدنا مش عم بفهم هالتردد اللي بعيشه مرتضى، انه اوكي بالبرايم بنقول ناس وعجقه وخوف ورهبه الكاميرا، طيب ما هلا هون نحن صار معود علينا، يعني هيدا تقريبا صرنا كذا مره عامل كذا ايفال، ومفروض جاي غنيه حافظها كليا، ليه بده يتردد فيها وليه بده ينسى فيها وليه بده يكون خيفان؟ انا هون بطرح علامه استفهام انه اذا بغنيه انت مختاره بتحبها وهالقد واثق منها بدك تكون متردد وخايف وعم تغلط. بقى ان شاء الله يقدر شوي شوي مرتضى وعلي كمان انه يشتغلوا على ثقه اكثر، على اختيار الجيد والذكي والمناسب للاغاني اللي بتناسبهم وبتناسب صوتهم اللي حافظينه منيح.